السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع انطلاقة شوطنا 11 ونتابع هذه البكار الجداع ونتابع انطلاقتها في هذا المساء مع هذه الأشواط المفتوحة ونتابع المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. نتابع وإياكم هنا في هذا المحلي الثالث وهذا سن الجداع وختام الفترة الأولى من المحلي الثالث وهنا انطلاقة هذا الشوط. نتابع المركز الأول والمقدمة هناك للشرود لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني وبقيادة راشد بن حمد بن علي المدهوشي مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني والوصول نتابع هناك وصايف لهجن الشحانية وبقيادة سالم بن فاران المري على المركز الثاني. المركز الثالث من تصلنا في هذه اللحظات نتابع اسعفة لسعادة الشيخ محمد بن حسن العبد الرحمن الثاني وبقيادة حمد بن زيوح المري على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من غازية على المركز الرابع لهجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس من تصلنا الدوحة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، هناك من يتابعها ناصر بن حمد بن مسر الشهواني. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع هذا السن ونتابع هذه البكار الجداع من المسافة الخمسة كيلومترات. نتابع المقدمة والصدارة مع الشرود اللي على المركز الأول، الشرود لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني وبقيادة راشد بن حمد بن علي المدهوشي بقيادتها أيضا في التضمير، بينما أرى المركز الثاني والوصول في هذه اللحظات. نتابع هناك إسعافة قادمة في هذه اللحظات، إسعافة نتابعها لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني وبقيادة حمد بن لزيوح المري على المركز الثاني. المركز الثالث من بدأت تتقدم غازية لهجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية. هناك المركز الرابع وقدوم في هذه اللحظات من تسللت بدورها، نتابع هناك اللي هو صايف لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن رصدونا الدوحة، الدوحة اللي بدأت تتسلل إلى رابع المراكز في هذه اللحظات. نتابعها لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل عبد الرحمن الثاني وبقيادة ناصر بن حمد بن مسر الشهواني في التضمير. هذا الشوط وانطلاقته واندفاعته نتابعه ونتابع هذه الست المراكز الأولى اللي في موقع واحد، كلها شعارات معروفة، شعارات أيضا كبار. نتابع هذه الانطلاقة واندفاعه هذا الشوط، نتابع المقدمة هناك مع المركز الأول واسعفة، اسعفة على المقدمة، اسعفة على الصدارة لسعادة الشيخ محمد بن حسن العبد الرحمن الثاني وبقيادة حمد بن زيوح المري مع المركز الأول ومع اسعفة في هذه اللحظات. بينما أرى الدوحة بدأت تتسلل في هذه اللحظات على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العبد الرحمن الثاني وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني في التضمير على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت غازية وغازية المقدمة، غازية في هذه اللحظات لهجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية على المركز الثالث. المركز الرابع ووصلت معزة في هذه اللحظات لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن جابر بن فران المري في المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس من تأخرت قليلا للشرود لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وبقيادة راشد بن حمد المدهوشي في المركز الخامس. هذه النتيجة ونعود إلى الدوحة، إلى الدوحة في المقدمة، وهنا الأربع اللي في
في موقع واحد، أربع في موقع واحد. يا سلام يا سلام، الله على التنافس، التنافس القوي، والدوحة الدوحة. يا سلام يا سلام يا الدوحة، انطلاقتها جميلة. الدوحة في المركز الأول على مقدمة هذا الشوط، سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العبد الرحمن الثاني، وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني المركز الثاني، والقدوم من معزة، معزة قادمة في هذه اللحظات. الله يا معزة، الله يا معزة، تسللت لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن جابر بن فران المري يقودها في التضمير، يقودها الذهبي في هذه اللحظات. نتابع الذهبي مع معزة في المركز الأول بيقي أيضا بشعار هجن الشحانية، بينما المركز الثاني الدوحة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل عبد الرحمن الثاني، وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. نرى هناك قدوم من شعار الشبل، من أيضا يهجم في هذه اللحظات من المراكز الخلفية. يا سلام يا سلام، الله على هذا التسلل، تسلل أيضا هناك وغازي على المركز الثالث لهجن الشحانية وقيادة الحوت محمد بن خالد العطية، بينما أرى اللي تسللت على المركز الثالث في هذه اللحظات نتابعها هناك في هذه اللحظات ريهجان لأيضا هجن الشحانية وبقيادة جابر بن سالم بن فران المري. الله، ولكن نعود إلى معزة، نعود إلى معزة. الله يا معزة، الله يا معزة، الله على هذا الانطلاق لهجن الشحانية وبقيادة سالم بن جابر بن فران المري مع معزة اللي على المركز الأول مع 500 متر الأخيرة، وهي تتجه إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. ولكن أيضا الله، ارصدونا اللي قادمه، ارصدونا اللي قادمه بالشعار الغرفاوي في هذه اللحظات هناك لأيضا شعار عبد الله بن حمد، سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني أيضا هنا، وغير مدونة عندنا بالكش، لكن الشعار الغرفاوي. الله على هذا الانطلاق، بدأت تتسلل. الله يا سلام يا سلام، يا الشعار الغرفاوي، يا سلام شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. سلام وتحية واحترام مع هذا الفوز، ومشكور يا المدهوشي سالم بن عامر المدهوشي من قادها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وساعة وصولها أمام خط النهاية المركز الثاني. يا تميم المراجل، المركز الثاني معزة لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فران. المركز الثالث، المركز الثالث الدوحة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل عبد الرحمن الثاني. المركز الرابع، المركز الرابع ريهجان لهجن الشحانية. المركز الخامس، المركز الخامس صواب لهجن الشحانية. شاهدتوا من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة، شاهدتوا من فاجأتنا وذهبت بالسلامات إلى الغرافة، وكان اسمها غير مدون عندنا في الكشف، لكن ها هي تشاهدونها أمامكم تصل بكل ثقة وأمان إلى خط النهاية. توقيتها أيضا 7:49، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والثانية موصولة لسالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز. المركز الثاني من وصلتنا هناك، المركز الثاني وصلتنا معزة قاطع المسافة في 7:51، 8 أو 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والثانية موصول لسالم بن جابر بن فران المري. من وصلت في المركز الثالث في هذه اللحظات هناك الدوحة قاطع المسافة في 7:53، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الدوحة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، والثانية موصولة لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني.